مساء الخير بعد 28 سنه من الاقفال بتعود يوم 28 اب المقبل سينما امبير بطرابلس بسياق اطلاق مهرجان طرابلس المسرح الدولي وبمبادره من جمعيه تيرو للفنون وحصه الام تي على اول ثلاث افلام رح تنعرض فيها يوم 29 وهي الجائحه للمخرج قاسم اسطنبولي العوده الى ساو باولو للمخرج ياغور هاتوري وزغلول للمخرجه الاسبانيه انا ساندريرو الفاريز